العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا. كنا احنا بدأنا الكلام في باب الشفعة، ووصلنا إلى من الذي له حق الشفعة ومن ليس له حق الشفعة، وآخر كلام كنا قلناه لا المحبس عليه الموقوف عليه ولا الناصر على الوقف لهم حق الأخذ بالشفعة، ولو لأجل أن يحبس ما يأخذه هو على الحبس الموجود. ده آخر كلام كنا تكلمنا فيه. بعضهم رأي يعني عبر عنه بقيلة، قالوا إذا كان يريد أن يأخذ بالشفعة ليحبسه إضافة إلى الشيء المحبس أو إلى الشيء الموقوف فلا بأس. ورأي طبعا عبر عنه بقيلة، معناه أنه هو ليس هو الرأي المعول عليه في المذهب. لكن استثنى من هذا المنع من كان إليه مرجع الوقف. من كان إليه مرجع ليه؟ احنا في مذهب مالك يجوز عندنا أن يكون الوقف مؤقتا. يقول أنا وقفت مثلا هذا المكان مصلى 10 سنين، أو وقفت هذا المكان على فقراء أو على تحفيظ القرآن مدة مثلا 10 سنين، أو وقفت هذا المكان كمدرسة يعني يجوز على أن يعود بعد مدة الوقف إلى مين؟ إلى اسم فلان الفلان، تحدد شخص يرجع إليه الوقف أو إلى المالك، هذا لا بأس. فالمالك الذي سيرجع إليه أو الشخص اللي أنت قلت يعني بعد 10 سنين بعد يرجع إلى اسم فلان، يبقى فلان هو الوحيد الذي يملك أن يأخذ بالشفعة. إذا كان الوقف جزء شركة في عمارة مثلا، العمارة نصها وقف ونصها غير وقف، ومرجع هذا الوقف لفلان الفلاني بعد انتهاء مدة الوقف، يبقى إذن الشخص اللي هيكون إليه مرجع الوقف بعد انتهاء التحبيس وبعد انتهاء الوقف هو الذي يحق له أن يأخذ بالإيه؟ بالشفعة. أيوة شوفه، ولذلك الشيخ عبر عنها الشيخ خليله، إلا أن يكون له المرجع، إلا أن يكون شخص بعد انتهاء مدة الوقف أن يكون له المرجع، سواء كان المرجع ده هيكون للناظر، هيكون للموقوف عليه، هيكون شخص أجنبي، هيكون للمالك. المهم أنه لا يحق لهؤلاء الأخذ بالشفعة إلا لمن كان له مرجع الوقف بعد انتهاء مدة الوقف. أهو الشيخ يقول أهو، أي كمن حبس على جماعة مدة معلومة ثم بعد ذلك يكون لفلان ملكا، ده عملية الوقف المؤقت، فله حينئذ الأخذ بالشفعة. وكذا إن جعل المحبس له الأخذ ليحبس في مثل الأول، برضو الشخص اللي أنت عملت الوقف عليه قلت من حقه أن يأخذ الشفعة، إذا ضفت كلمة من حقه أن يأخذ الشفعة صار كالوكيل عن مين؟ عن صاحب الوقف. أيوة، فله ذلك لأنه جعله وكيلا عنه، يكون أنا مالك نصف العمارة دي اللي وقفت على الأزهر مثلا أو على طلاب الأزهر مدة مثلا 10 سنين 20 سنة أو إلى الأبد، وأنت أضفت إلى فلان ده هيكون ناظر على هذا الوقف، بس من حقه أن يأخذ بالشفعة. إذا جعلته يعني أنت بهذه المثابة صار وكيلا. إذا باع شريك، الشريك الثاني نصيبه هو يشتري، ممكن يشتريه. ايوه، يسمى النهارده الحارس القضائي. ها؟ يسمى الحارس القضائي النهارده. حارس القضائي على ايه؟
على الحاجات الاشياء اللي هي يعني محل البيع او هتباع، لكن احنا نتكلم عن ايه؟ عن الوقف، لان احنا عندنا من حقك انك انت تقف نصف عمارة مثلا على طلاب العلم او على طلاب الازهر، لا تملك الا هذا الشيء. وعندك كما مر بنا زمان على ان احنا يجوز اذا كان الوقف خرب ولا نجد له احد يعمره، يجوز لشخص ياتي يقول انا اعمر الوقف ده وابني عليه عماره واخذ ريعها بمناصفه مع مين؟ مع الوقف. هذا اجازه الشيخ الدردين زمان لبى عليه، بدل ما يضيع الوقف نهائي زي ما ضيع الوقف الان. حضرتك حين ترى اراد الوقف منتهك حرمتها في كل مكان في مصر، في مصر للاسف للاسف للاسف. كذا لا شفعة للجاري في مذهب مالك، لا شفعة للايه؟ للجار. وان ملك تطرقا، وإن ملك تطرقا يعني إيه ملك تطرقا؟ يعني لي جار وإحنا في طريق اللي وصلنا البيت وبيته طريق واحد مملوك لي أنا ولي وله، فهل ملكيتنا المشتركة للطريق تعطيه الحق في الشفعة وهو جاري وليس شريكي؟ ها؟ هل اشتركنا في الطريق ملكيتنا له تعطيه الحق انه ياخذ الشفعه باعتبار ان الطريق موصل الى بيته وبيته؟ لا، ما دام احنا جيران لا شفعه للايه؟ للجار. فلا شفعه له ان ملك ايه؟ تطرقا، اي طريقا الى الدار التي وعد. لان كانت الطريق الموصله الى دار كل واحده فباع احد الجارين داره فلا شفعه فيها للايه؟ للاخر. واضح اظن الكلام. نعم. وان ملك تطرقا وان دام فضيلتك بتشير بتقول لانه في مخالف في هذا في هذه النقطه هنا. نعم. في مخالف في هذه النقطه هنا؟ فيه مخالف لكن الشيخ لم يعتبر به. يعني لان في مذهب الشافعي مذهب الحنفيه يجوز الشفعه للجار. طيب لمن الشفعة؟ لمن؟ من الذي يأخذ الشفعة ومن الذي تؤخذ منه الشفعة؟ قالوا الشفعة تؤخذ ممن طرأ ملكه، ممن طرأ ايه؟ ملكه. بمعنى انا والشيخ اسماعيل شركاء، وجه واحد الشيخ محمد اشترى منين؟ الشيخ اسماعيل. يقول له انا احق بالشفعه من مين؟ لان انت ملك يعتبر ايه؟ ملكك طارئ. نعم. اذا الشفعه تؤخذ من مين؟ من ملك او من طرأ ايه؟ ملكه. طيب لكن الاثنين اللي ملكوا حاجه مع بعض ملكناها مع بعض انا والشيخ اسماعيل. بميراث ولا بأي حاجة؟ بميراث او غيره. نعم. هل احدنا يملك حق الشفعة؟ لا لا لا، إنما الشفعة لمين؟ لذي الملك الطارئ. أي واحد جه طارئ على الحتة تقول له لا أنت ما تدخلش، لأن أنا في الكلام المكان ده من زمان فأنا أولى بنصيب فلان ده منك. تحصبا لبعض الاشياء تقع فيما بعد أيوة. كذا لا الشرع لا، هو لسه هنتكلم احنا. نعم. ما هي الحكمه من تشريع الشرع؟ ايوه هي الكلام فيها. ما هي الحكمه؟ نعم. من تشريع الشفعه؟ ايه اللي خلي الشارع يعطي الحق بالشريك ان ياخذ بالشفعه من شخص جاي أنا أريد أن أعطيه نصيبي في الدار؟
هل خوف من ضرر القسمة ولا الخوف من ضرر الشركة؟ حياة الكلام في هذا إن شاء الله. ممن طرأ ملكه على من أراد الأخذ، فلو ملك عقار اثنين مع بعض معا بشراء أو شفعة فلا شفعة لأحدهم على الأخذ، ما فيش ملك طارئ، كلانا ملكنا مع وقت واحد مع بعض، الشراء أو من الإرث أو غيره. طب الملك ده يا مولانا اسمه إيه؟ الملك المتجدد ولا اللي هو إيه؟ الملك الذي لا يكون فيه حق الشفعة. لا، ده ملك ثابت، ملك قديم، ملك مشترك قديم، يعني أنت لا يحق لك تطلب ترفع عليه قضية تقول أنا اشترينا البيت مع عضو أنا عاوز نصيب فلان، ولا أنا برضه أطلب، لأن إحنا ملكناه معا مع بعض، فلا يحق لأحدنا أن يأخذ نصيب الآخر. إذا الشفعة تكون فيها مشايخ ممن طرأ ملكه اللازم، شرط ملك اللازم. ملك لازم يعني في ملك غير لازم اللي هو غير ثابت، ملك غير لازم يعني غير احنا عندنا اشياء تملك ولانها غير لازمه، مثلا بنعتبر مثلا الولد سفيه اللي هو محجور، اذا باع شيئا مثلا او اشترى شيئا هل ناخذ منه بالشفعه؟ لا، لانه لسه ما يعتبرش ملك ثابت. يوم ما يجي الولي يقول انا وافقت على شراء هذا السفيه بتاعي، نطالب طالب الان بالشفعه، لان السفيه لا كلام له، انما الكلام الثابت اللي احنا نقدر نتعامل معاه مين؟ الولي بتاعه. نعم. احترز بها عمن طرأ ملكه بمعاوضه لكن بملك غير لازم، كبيع الخيار برضه، انا بعت لفلان الفلاني ولسه في مرحله الخيار، لسه قدامنا ثلاث اربع ايام نتشاور فيها، لا يحق للشريك الاصلي يقول والله انا عاوز الشفعه هنا، لان الملك لم يثبت مده الخيار، لم يثبت المشتري، الملك لم يثبت المشتري مده مده الخيار، فلا شفعه فيه الا بعد الا بعد مضيه، بعد انتهاء مده الخيار، يعني مضيه يعني مده انتهاء مده الخيار. وكبيع محجور بلا اذن وليه، زي المساله اللي ردته، فلا شفعه فيه الا بعد امضاء الولي، يعني تنفيذ الولي. برضو الشرط الثالث، احنا قلنا طرأ ملكه لازم، وان يكون تملكه اختيارا، ان يكون التملك مش تملك جبري، الورثه مع بعض تملكهم للدار اللي خلفها الوالد ملك ملك جبري، ده ما فيش شفعه، ده باع لمن شئت، لا يحق لاخوك ياخذ من الشفعه، لان هذا الملك ملك جبري وليس ملك اختياري. وان يكون الشخص الاجنبي اللي جاي يشتري تملكه بمعاوضه، تملكه بمعاوضه، حتى ولو كانت معاوضه غير ماليه، معاوضة مالية بالنقود، معاوضة غير مالية جعلت أنا مهر للعروسة مثلا لما اتجوزتها، أو الزوجة جعلته خلعا عشان تعطيه الزوج، تعتبر كل المعاوضة، الخلع معاوضة، المهر معاوضة، كل دي معاوضات، صحيح هي غير مالية لكنها معاوضة.
يبقى المعاوضة مالية وغير مالية تصلح أن تكون إيه؟ سببا من أسباب الشفعة. مولانا في النكاح كيف تصوره يعني؟ الشفعة يا سيدي أنت يعني المولى تبارك وتعالى كتب عليك مش اختيار رجل شان تقولي بتزعلش نعم انك انت هتتزوج واحدة وقلت لك انا عاوز المهر فعندك نص بيت نعم انا اديتك مهر نص البيت الفلاني نعم فاصبحت هي ايه تملك شريك نعم في اه شريك لان اصبحت مالكة له وهذه معاوضة مالية يقوم الشريك يقول لا انا احق بهذه النصف منين من فلانه اللي هي ولا يغني عن هذا قوله في التعريف ما عوض به لان هذا من التفريع على التعريف فكانه كالشرح انه طيب المهم بعقار كل دي محترزات وشروط في الايه في بيع الشقعة يبقى اذا عندنا احنا اللي كنا الشخص الاجنبي ده لسه ملك طارئ نعم وان يكون ايه ملك لازم وان يكون بايه اختيارا وان يكون بمعاوضة في الشرط الخامس ان يكون ايه في العقار يعني بيع السيارة ولا بيع الجاموسة ولا البقرة ولا الجمل في شفعة أنا شريك مع أخوي في جمل خلفوا لنا الوالد مثلا أو اشتريناه مع بعض حتى في شفعة؟ لا طبعا ها؟ لازم يكون إيه؟ عقار وإحنا عندنا في عند المالكية العقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر ده تعريف العقار عند مين؟ المالكي الأرض وما اتصل بها إيه؟ آه. بعض الناس لهم تعريف آخر ما في نقله فساد ما في نقله ايه فبيعتبروا النخله لوحدها ما يصحش ان تكون عقار ليه لان النخله والشجر من هنا خلاص او الشجره مثلا ها اه ما في نقله فساد لكن عند المالكيه العقار هو الارض وما اتصل بها ايه من بناء او ايه او شيء طيب يا مولانا بالنسبه يعني بعض الاشياء اللي يحصل مثلا في القانون عندهم مثلا زي الاشياء اللي وقفت على الارض لخدمه الارض تعتبر برضه يعني من العقار لا ده تبع ايوه التبعيه تبعيه نعم اه يعني انا الفقه برضه نفس ايوه نعم نعم يعني انا بعت الارض لكن فيه يعني ماكينات تخدمها مثلا في بقر عشان يحلب في مش عارف في كذا كذا كله تبع الايه تبع العقار تبع العقار نعم اه يعني لا يدخل في العقار الا تبعا نعم بل ولو كان العقار مناقلا به ولو كان العقار ايه مناقلا به يعني الشيخ محمد مشاركني في بيت هنا هو ومشارك الشيخ اسماعيل في بيت حتى الثانية فعاوزين ايه محمد يتلم قال ان ناخد البيت فلان ده واسماعيل يبقى ياخد ايه ياخد نصيبي انا مع مين مع احمد هذه مناقضة ما فيش حاجة ما هيش دفع فلوس قال ومع ذلك يجري فيها الايه الشفعة من حق الشريك ان يطلب الايه الشفعة في هذه المناقضة نعم ايش محمد يعني الهدى ما فيش شيء ولا ان شاء الله يبقى فيه ان شاء الله فيه نعم لو جرى العرف بالشفعة في المنقول هل يحكم به القاضي ولا لا هو تكلمنا احنا على المذهب المالكية لا يجوز العمل بغير القواعد المنظمة إلا إذا كانت جرى بها العمل إلا إذا جرى بها الايه
العمل، وجريان العمل ده بشرط. أنا منبه عليها في الكتيب اللي أنا طلعت في مذهب مالك. يقول يجوز العمل الاحتكام إلى ما جرى به العمل، بس بشروط خمسة. أنا فاكر شروط خمسة مذكورة فيه. إذا كان جرى به العمل لظرف ما في مدينة ما، يجوز للناس أن يحتكموا إليه إذا كان مناسب للمدينة دي أو للبلد دي. العقار ولو كان مناقلا به، بأن يباع العقار بمثله وله صور، منها أن يكون لشخص حصة من دار مثلا ولآخر حصة من دار أخرى، فناقل كل منهما الآخر، فلشريك كل أن يأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه، ويخرجان معا من الدارين. شريك هياخذ يعني الجزء اللي أنا بعته لفلان، وشريك اللي في الدار دي يأخذ الجزء اللي أنا بعته، وشريك الشخص الثاني يأخذ الجزء اللي أخذ باعه إسماعيل أو ناقل بإسماعيل، وإحنا الاثنين خرجنا منين؟ من الدارين معا. فلشريك كل أن يأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه، ويخرجان معا منين؟ من الدارين. أو كان العقار شجرا أو بناء مملوكا بأرض حبس على البائع وشريكه أو غيرهما، يعني العقار ولو كان مناقلا به، أو كان شجر وبناء في أرض محبسة مملوكة لشخص ولكن في أرض محبسة. إيه الحكاية دي؟ إحنا عندنا وعند غيرنا يجوز إجارة الأرض خصوصا أرض الوقف لمدة طويلة تصل إلى 98 سنة أو 99 سنة، لأن إحنا محتاجين أموال عشان بدل ما الوقف ينتهي ويزول ويذهب، فأجرناه الواحد مدة 99 سنة. الراجل ده قال يا أولاد طيب ما دام أنا استأجر الأرض مدة 99 سنة ادوني فرصة أن أنا أبني بيها عقار أنتفع به، أنتوا تاخذوا نصيبكم اللي يخص الأرض وأنا آخذ نصيبي اللي يخص يخص المباني. هذا يجوز، هذا يجوز. افرض ان احنا اثنين دخلنا مع بعض واستاجرنا الارض وبنينا العقار شركه مع بعض، او الاشياء اللي زرعناها وغرسناها شركه مع بعض، انا حبيت ابيع نصيبي في هذا العقار او في النخيل اللي فيه، من حق شريكي يقول انا اولى من أولى بالشفعة. فاهمين المسألة دي؟ نقولها ثاني؟ كما قلت عندنا في مذهب مالك وربما في المذاهب الأخرى برضو موجود، يجوز تأجير الأرض المحبسة لمدة سنوات طويلة تصل إلى 99 سنة، ويحق للشخص الذي ناخذ أتصف سنة أن يبني فيها عقار وأن يزرع فيها وأن يغرس وأن يعمل كل الحاجات اللي يعملها. طيب وإذا استغلها نقسم الغلة بتاعته ويأخذ نصيب المباني وإحنا نأخذ نصيب الأرض الوقف. طيب الشخص المستأجر ده افرض شخصين استأجر معا وبنى معا أو غرس معا، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه لشخص أجنبي، ما الحكم؟ هل يحق لشريكه اللي مستأجر معاه واللي بان معاه واللي غارس معاه يأخذ الشفعة؟ نعم. يأخذ معاه. أو كان العقار شجرا أو بناء مملوكا بأرض حبس على
الباع وشريكه أو غيره، كما لو اقتضت المصلحة إجارة أرض محبسة سنين فبنى فيها المستأجر أو غرس لإذن ناظرها على أن ذلك له. فإن كان إذا كان المستأجر متعددا وباع أحدهم فللآخر لإيه؟ الشفع. وضحت المسألة الآن؟ في شرط سادس كمان، إن انقسم العقار، شرط العقار التي في الشفع أن يكون إيه؟ مما ينقسم، يكون مما إيه؟ إيه ينقسم يعني؟ يعني مبني من شقق، كل شقة لوحدها، أو مبني مثلا يعني في على ناحيتين، أو فيه مبني على، المهم أنه يجوز يعني يجوز أن احنا كل واحد ينفرد بجزء من العقار أو الأرض مثلا. احترازا عن ايه؟ عن عقار او عن شيء لا ينقسم، زي الحمام. احنا انا والشيخ محمد اشتركنا في شراء حمام، زي حمام الثلاث. لسه حمام الثلاث شغال؟ لا لا بطل، اصلا صار محل تجاري بس. محل تجاري ضخمه بس مشهور، مشهور حمام الثلاث. انا حلقة تجارية ضخمة. القاهرة كانت مشهورة بحماماتها سامع. نعم. كانت مشهورة بحماماتها. حمام ده الإنسان يكون عنده شوية برد ولا شوية سقعة ولا شوية روماتيزم ولا حاجة، يروح الحمام وفيه ناس مهمتهم تدليك، يروحوا معاك ويدلكوك وتطلع من الحمام إنسان آخر. تطلع يعني تستعيد الشباب مرة أخرى. لا هو الآن استبدلوا بحاجة اسمها حمام السونة، بس ده نظام غربي. صحيح صحيح. لا كان زمان يعني أي مبلغ ممكن الإنسان يعني يدخل بيه الحمام الثلاث، لكن الآن ما عادش. حمام السونة ده مبلغ قدره. فايه رأيك احنا اشترينا الحمام مع بعض، واحدنا يريد ان يبيع نصيبه من الحمام، هل يحق للشريك الثاني يطالب بالشفعة؟ حيأتي الكلام فيه على ان الرأي الراجح فيه لا شفعة، يعني هو نعم لأنه لا ينقسم، لأنه لا ينقسم، لأن الحديث الوارد الشفعة فيما ينقسم، فيما ينقسم. أيوه الحديث الوارد في إيه؟ أن الشفعة في إيه؟ فيما ينقسم. أي أن محل جواز الأخذ بالشفعة فيما ينقسم من العقار على المشهور. نعم. فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد كالحمام والفرن، فرن الخبيز، فرن العجل بيبقى فلا شفعة فيه. واضح؟ نعم. حندخل على المسألة اللي فيها خلاف فيما لا فيما لا ينقسم. أهو. وقضي بها، أي وقع القضاء بها من بعض القضاة في غير ما لا ينقسم. في الأندلس وقعت قضية كانت محل إشكال وفي موضوع، فالقاضي نظرا للظروف المحيطة بالموضوع حكم فيها بالإيه؟ بالشفعة فيما لا ينقسم. وده الحتة اللي قلت عليكم هي قلت لحضراتكم فيها جرى به العمل. نعم. جرى به الإيه؟ بقى واحد بس؟ جاي يا مولانا، جاي جاي مدى جاي إن شاء الله، مدى جاي إن شاء الله. لسه كنت أكلمك على إيه؟ ما جرى به العمل. أيوة. ففيه مشكلة وقعت في الأندلس زمان في موضوع حمام، واضطر القاضي أن يحكم فيها إيه؟ بالشفعة.
فقاسوا عليها ما يماثلها، هو القضية في الحمام، لكن قاسوا عليها الايه الأشياء الأخرى زي الفرن العيش. الفرن مش ممكن الفرن حينقسم، لأنه هو الرجل العجان واحد والخباز واحد والبيع العيش واحد، يعني مش مشكلة برضو ده واحدة واحدة زي الحمام. لا المهم أنه هو على رأي يعني غير المشهور يجوز القضاء فيما لا ينقسم، مش بعد فيما ايه فيما لا ينقسم. كان عندنا جدة ليها طاقة عين في الفرن. أيوة. العين بيبقى فيه عينين. ايوه هيك ليها طاقة. ايوه نعم. ايوه ورس. ورس ورس كان ليها طاقة. نعم عندكم في الحتة بتاعتكم هناك؟ هنا هو موجود هناك مجموعة مخابز قديمة. أي نعم. مخبز أحمد حسن. أي مخبز أحمد شمس. أي في باب الوزير ومخبز مش عارفين دخل شباب شبابنا كلها غضينا شبابنا احنا في اللفعة المخابز دي. صحيح كانت عندنا شدة وشيت يعني شيت شباب. يعني كان في يوم أنا روحت متأخر حوالي الساعة 10 وكان إجهاد شديد، دوبك اتعشيت وصليت الأوقات اللي عليا ما صليتهاش، وجاء في ذهني على أن المخابز فيها سرقة الآن. المخابز فيها سرقة، مخابز القضاء العام فيها سرقة، لأن ما فيش حد قلبه على الدولة ولا على الشعب، كل واحد يجد في أي حاجة عاوز ياكلها. بنعمل إزاي؟ في سيارة أوتوبيس كان يأتي من الحتة اللي أنا ساكن فيها في المطرية، يقوم الساعة كام؟ الساعة واحدة تقريبا، واحدة. فأخذت السيارة دي بالليل يا مالك؟ أيوة نعم. أنا قاعد صاحي. يعني المهم نزلت فين؟ في ميدان الجيش، وطلعت على مخبز عرنوس، ثم مخبز محمد محمود، ثم مخبز عشماوي، مخابز داخل ما حدش طبعا الناس اللي هنا ما عرفوش المخابز، انا اللي عرفت كنت الف عليها انا. مخبز عشماوي 45 وعشماوي 7 ومخبز مجاهد اللي قريب من سيدنا الحسين ده، ثم مخبز احمد حسن. المهم خدت الجولة، وبرضه هناك في مخبز في على شارع القلعة، وعدت صليت الفجر فين؟ في سيدنا الحسين. الله أكبر. بعد ما صلي الفجر رجعت تاني يا دوب أكلت لكم عشان نرجع تاني للشغل. بديت العمل ده. فين يعني شوف المسؤولية. هذا الإحساس أتمنى أن يكون عند كل الشباب، وإلا كانت الدنيا بتبقى أحسن من كده بكثير. ما حدش كان سائل يعني، لكن إحنا نلقى أنفسنا. ويا مولانا شوف أي عمل تعمله لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك به ويكون لأسد طيب عليك وعلى أولادك وعلى ذريتك. لأن هذه الأعمال لا حارس لها إلا الله ولا مراقب لها إلا الله. أنت لو نمت في بيتك وما رحتش حد سأل عليك، لكونك تتحرك لوجه الله عشان ده مال عام يبقى أجرك عند الله عظيم. أجرك عند الله عظيم. يبقى إذن الأصل عندنا أن الشفعة في إيه؟ فيما ينقسم، ولكن جرى العمل على غير الرأي المشهور أن الشفعة فيما إيه؟ فيما لا ينقسم، كالحمامات والفران اللي احنا تكلمنا فيها الآن، والدار الصغيرة والنخلة وكل ده فيما لا ينقسم. وهو هذا القول لمالك في المدونة، لكن ليس هو رأي ابن القاسم. ابن القاسم الذي نقله عن مالك
في ما في ايه في يعني ما ينقسم. لكن ده في روايه لغير ابن القاسم المدونه في ايه في ما لا ينقسم، وهو قول لمالك في المدونه، والاول روايه ابن القاسم عنه فيها ايضا وهو الايه المشهور. فما ينقسم فيه الشفعة قولا واحدا، وما لا ينقسم فيه قولان مشهورهما عدم الشفعة فيه. ايه السبب؟ ايه الحكمة في هذا الخلاف؟ الشقه بيقوله علة الشفعة، فمن قال علة الشفعة دفع ضرر الشركة، دفع ضرر الشركة أجازها مطلقا، لأن الضرر حاصل فيما ينقسم وما لا ينقسم. ومن قال علتها دفع ضرر القسمة، عشان إحنا لو خدنا المال ينقسم حبينا نقسمه مش هنقدر لأنه هيخرب وهيفسد. فمن قال إن العلة هي دفع ضرر القسمة أجازها فيما ينقسم ومنع في إيه؟ فيما لا ينقسم. علة معقولة يعني، علة معقولة. فمن قال علة الشفعة دفع ضرر الشركة أجازها مطلقا، إذ ضرر الشركة حاصل فيما ينقسم ما لا ينقسم. ومن قال علتها دفع ضرر القسمة منعها فيما لا ينقسم لعدم إيه تيسرها فيه، فلا يجاب فيه لها إذا أراد المشتري حتى يلزم ضرر الشريك بها ويأخذ الشفيع. يعني القصد على أنها يعني كل من راعى العلة الأولى أجازها في إيه؟ فيما ينقسم فقط، ومن راعى العلة الثانية أجازها فيما ينقسم ما لا إيه؟ ينقسم. ويأخذ الشريع الشفيع بمثل الثمن. دي برضو جزئية أخرى من أركان الشفعة، أن الشفيع أو الشريك القديم هيأخذ من يد المشتري الجديد الحصة التي أخذها من العقار بنفس الثمن الذي اشتراها إيه به. اشتراها بألف يأخذها منه ألف، اشتراها بألفين يأخذها منه ألفين، اشتراها بخمس يأخذها منه بإيه بخمسة ألاف. ولو كان الثمن الذي اشترى به الشخص دينا بذمة بائعه أو قيمته. يعني افرض انك انت كشخص جاي تشتري نصيب مثلا اسماعيل في الدار، لان احنا شركه مع بعض. اسماعيل انا اشتريت منك الدار مثلا ب10,000 وليك عندي ال10,000 مؤجله لشهر شهرين ثلاثه اربعه خمسه. انا هاخذ هذا الشخص اللي اشتريته انت بثمن مؤجل بنفس الثمن ومؤجل بنفس الايه بنفس الاجل كمان. ها نعم يؤخذ بنفس الايه الثمن الاجل. طيب افرض اسماعيل ما باعوش بفلوس، كتبه مهر للست الجديده اللي خلفها جوزها هو اللي فرضت عليه بس فعلا. اكيد يا مولانا ناخذ الثانيه بس مش عن طريقنا. ايوه انا سؤالي تدعى علينا واحنا تعبانين. الجزم كان السبب. احنا مولانا ممكن نتنبأ هناخذ الثاني. يبقى ايه؟ ياخذ بنفس الثمن او بنفس الايه؟ القيمة، لأن المهور والخلع وغيره تتقوم، الدار هتقوم. إن كان مقوما كعبد يعتبر القيمة يوم البيع إلى يوم الإيه الأخذ بالشفعة، أو قيمة الشخص فيما إذا كانت المعاوضة بشيء غير متمول نحو نكاح جعل المهر فيه ذلك الشخص وخلع خالعت زوجها به. يعني المهم على أن أنت تأخذ بنفس الثمن
أو بالقيمة أو بقيمة الشخص اللي هو إحنا بنتكلم فيه. يعني معناه الشريك لن يضهر. نعم. الشريك اللي يأخذ بشفه إيه؟ لن يضهر. لأنك أنت هتأخذه بنفس الظروف المحيطة بالإيه؟ بالعقد. نعم. إن كان بثمن، إن كان بقيمة، إن كان بقيمة الشخص. نعم. وكذلك إذا أخذت عوضا عن صلح عمد أحد الشريكين أراد أن يصالح خصم له وقع منه اعتداء عليه عمدا فصالحه بنصف العمار مثلا، في الحالة دي الشريك من حقه ياخذ الايه، بس لازم نعرف القيمه كم المصالح بها، كانت 20000 30000 50000 برضه، حتى لو كانت عوض عن صلح عمد من حقه ان ياخذ به بهذا العوض. وصلح عمد على نفس أو طرف الواجب فيه القول، فإذا صالح الجاني بشخص فالشفعة بقيمته يوم الصلح بخلاف الإيه؟ الخطأ، فإن الشفعة فيه بالإيه؟ بالذمة. الشفعة في صلح العمد على الجاني تقوم إذا كان صالحه بنصف العقار، شوف العقار ده كم معين معين، لكن الصلح عن الخطأ ما يكونش بعقارات، بأموال مضمونة في الذمة. الصلح في الخطأ مشايخ بإيه؟ بأموال مضمونة في الإيه؟ في الذمة. احنا عندنا الدية 100 ناقة او 1000 دينار ذهب في البلاد التي فيها ذهب، او 12000 درهم في البلاد التي فيها التعامل بالايه بالفضة. فكذلك اذا كانت الشفعة هتتم عن طريق دية الخطأ، يقول له طيب دية هنا ده يستحق نصف الدية مثلا 50 جمل منجمة على 3 سنين، تنتظر انت تاخذ نصيبك على ايه؟ على 3 سنين. نفس شوف نفس الظروف التي بيعت بها الشخص الشريك هياخدها بنفس الايه؟ الظروف. مولانا بالنسبة للدية الصلح في الدية مش بيكون يعني معجل على طول ولا ممكن يؤجل؟ نعم. يعني لو حصل صلح في الدية مش بتكون معجلة الدية على طول ولا ممكن برضو تكون؟ لا، إذا كانت بنفس الدية السابقة، إذا كانت بنفس الدية السابقة تنجم تنجم، إنما إذا كان اتفقوا على مبلغ زي ما الآن تحصل حكاية التعويضات، الأتوبيسات الآن اللي بتهلك دوس الناس. نعم. هذا التعويض احنا بنعتبره نوع من الدية. يا مولانا ده بسيط جدا من حيث القانون. صحيح. حاجة رمز جدا. صحيح. لكنه هي نوع من الدية. أحسن من بلاش. نعم. أحسن من بلاش. لو تعرف اللي يجي من الصعيدة فايدي. الكلام ده لو كان السواق شجاع وعنده مروءة يوقف يقول أنا حصل مني كذا وكذا وكذا، لكن كم واحد عنده هذه المروءة؟ للأسف
يعني بيدهسه ويجري ولا يستدل عليه. سليمان اللي بيحضر احيانا السودان ده برضه نفس الشيء حصل. برضه ماشي نديله حاجه مصوره. سابوه كده يعني توفي. برضه. بدون ما حد يعرف من الضرب. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يلقى الله هذا القاتل؟ وبعدين هو قاتل مشايخ الآن في النظام الموجود الآن لا يدفع شيئاً. صح السيارة يعني عليها تأمين. شركة التأمين لها تدفع. شركة التأمين لها تدفع. أنت مش هتدفع حاجة. ليه تضيع دم إنسان قد يكون أهله في حاجة إلى هذا التحويل؟ أقول لك بقى لسه هروح يحققوا معايا ويحبسوني ويهددوني ويزوروا عليا قانون حرب. ده عدم إيمان يا أبو محمد. ده عدم إيمان. لأن أنت لو كنت رجل مؤمن وتلقى الله سبحانه وتعالى هذه نفس أنت أضعتها حتى بدون عوض. برضه الحكومة هي اللي بتساعد في الحاجات دي يا مولانا. يعني سوء المعاملة الآدمي هي اللي بتخلي البني آدم يعمل كده. الله شوف أيا كانت الأحزاب أيا كانت الأحزاب لا يهدر دم المسلم يا مشي. ده الحديث؟ نعم. لا يهدر دم إيه؟ دم المسلم. أصلا بتجي إيه مثلا الحبسة والتوقيفة مثلا أيا كانت دم الإنسان ما بتشحت. أيا كانت يا حبيبي أيا كانت العقوبات أي كان. لأن النهارده حضرتك حتتحبس سنة تغرم يعني تنضرب حتى، لكن يوم القيامة ترمى في جهنم ناظرة أنك أنت سفكت دم مسلم. من قتل نفسه من غير نفسه كأنما إيه؟ كأنما قتل الناس جميعا. طيب وأخذ الشخص ده مسألة جديدة في الموضوع برضه. وأخذ الشخص بما يخصه من الثمن إن صاحب في البيع غيره في صفقته. يعني أنا لما اشتريت جزء من العمارة نص العمارة اللي بتاعت واحد له شريك فيها قلت له أنا عاوز برضه السيارة، فاشتريت مني السيارة ونص العمارة مع بعض. ماذا نعمل الآن؟ ما فيش مشكلة. شوف السيارة نصيبها كم ونص العمارة نصيبها كم، يبقى أنت يلزمك إيه؟ نص العمارة فقط ولا تلزمك الإيه؟ السيارة. كأن يبيع الشريك الشخص وعبدا بعشرة فيقاوم الشخص منفردا ثم ينظر لقيمته مع صاحبه كالعب. فإذا كانت قيمته منفردا نصف أخذه بنصف الثمن قل أو كسر، إن كانت الثلث أخذه بثلثه وهكذا. يؤخذ بإيه؟ بقيمته المصاحبة للإيه؟ للشخص. الشخص يأخذ الشخص قصدي يأخذ الشخص العمارة ونصف العمارة بنصف الثمن والنصف الثاني للشخص الآخر إذا كان قيمتها النصف بالنسبة للشخص التي بيعت معه. لا إن كانت أقل أو أكثر برضه حسب ما تقوم يعني. لا هذا هو الرأي الراجح في القضية. فيه رأي آخر يقول يقوم كل منهما على انفراده ثم ينظر للنسبة بعد ذلك. يعني هو العربية ونص العمارة كانوا بمئة وخمسين ألف، أنا عاوز يهمني لنصف العمارة
نجيب ناس أهل خبرة قوموا لي نصف العمارة الكام وقوموا لي السيارة دي بحيث الجميع يكون ميه. فإذا كانت أقل أو أكثر أنا أخذ الشخص بما يقوم به بقلة أو كسر بدل ما أخذهم أنا مع بعض بدل ما نقوم مع بعض لا نقوم كل منهم على إيه على انفراد. نعم. ولزم المشتري لهما الباقي ما يقدرش يقول لا ما دام اشتريت الشخص خذ السيارة خذ السيارة معه لا خذ العبد معه لا لا والعبد معه لا أنا أخذ يهمني بس ما يلزمني ده لنا الشارع أجازه لي لكن السيارة تلزمك أنت أيها المشتري. ولزم المشتري لهما الباقي من الصفقة كانت سيارة ولا كانت فيه فهو ما صاحب الشخص في الشراء كالعبد وإن قل. أي ولو كانت قيمته أقل من قيمة الإيه الشخص طبعا في المثال اللي ضربناه حتكون قيمة السيارة أقل مثلا السيارة من نوع التعبان اللي هو يعني بتاع الغلابة بس ها مش بالسيارة بتاعت البي ام والحاجات الكبيرة لنا. طيب اعترض في اعتراض هنا وهذا على الشيخ بيقول ايه بأن الأخذ بالشفعة نوع من الاستحقاق الأخذ بشكل نوع من إين؟ ولا يجوز فيما استحق أكثره أو ظهر معيبا التمسك بالباقي في الأقل. شوف الاعتراض في باب الاستحقاق إذا كان الشيء المستحق أكثر والجزء الباقي يعني الدار مثلا استحق ثلاثة أربعة والربع الأخير ليس مستحق فهل يصح أن أنا أفرد ثلاثة أربعة من الربع ها؟ عندنا في باب الاستحقاق إذا كان لا جزء ليه لا يجوز فيما استحق أكثره أو ظهر معيبا التمسك بالباقي القليل. هنا في مسألتنا السيارة قليلة والشخص إيه كبير فحناخد نحن الشخص الكبير ونسيب الإيه السيارة صاحبة الثمن الإيه القليل. إذن أنت خالفت قاعدة الإيه قاعدة الاستحقاق لأن في الاستحقاق لا يجوز التمسك بالباقي إذا كان قليلا إذا كان مستحق أكثر لا يجوز التمسك بالباقي باقي يرد مع إيه مع الأكثر خذ الصفقة كلها مفهوم القاعدة مش هيك المشكلة دي في باقي الاستحقاق وحتى في البيع المعيب إذا ظهر أن العيب في أكثر الظهر أو الاستحقاق ورد على أكثر الدار لا يجوز أن نقول أنا أخذ ثلاثة أربع الدار أو أخذ مثلا جزء غير معيب وأسيب الباقي لا لازم تأخذ الكبر يلزمك في باب الاستحقاق. هنا إحنا خالفنا القاعدة دي الشخص اللي هياخد الشفيع ثمنه أكبر والسيارة اللي إحنا قلناها ثمنها أقل ومع ذلك قلنا لا يلزم المشتري يخلي عنده السيارة وإحنا نأخذ منه الإيه الشخص الكبير الشخص إذا خالفنا إيه قاعدة الإيه الحمد لله على سلامتك يا حاج الله يسلمك يا حاج ربنا يسلمك إن شاء الله. فهمت القاعدة مش هيك في باب الاستحقاق أو في باب المعيب لا يجوز أخذ الأكثر وترك الأقل لازم تأخذ الكل ما دام مستحق أكثر أو المعيب أكثر تأخذ الكل. هنا هو خالفنا قلنا تأخذ أنت الشخص الأكثر وتسيب له السيارة البسيطة دي. إيه الجواب في هذه المخالفة إيه الجواب
وأجيب بأنه هنا إنما يأخذ الباقي بما ينوبه بعد أن عرف ما ينوبه من الثمن، فلم يلزم التمسك بمجهول. شكرا. هنا عرفنا إيه اللي خص السيارة وإيه اللي خص الشخص. فأنت لما تطلق لك السيارة تركت لك بإيه؟ بثمنها المعلوم. لكن في باب الاستحقاق وفي باب المبيع المعيب الصفقة كلها بثمن واحد، ولا نعرف إيه اللي خص الأكثر وإيه اللي خص الأقل. فلو تركنا الجزء الأقل معناه تركنا شيئا لا نعرف قيمته ولا نعرف ثمنه. في باب الاستحقاق أنت اشتريت دار ثم تضع أن أكثره المستحق، يقول لك لازم لا خلاص أنا خلاص 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 لازم تأخذها كلها. لكن عشان إنما هنا هو إحنا قومنا الشخص يستاهل كذا والسيارة تستاهل كذا، إذا ما ترك للمشتري إنما ترك وهو معلوم الثمن، معلوم الثمن. خلاف الاستحقاق والعيب. في غلطة هنا في وأظهر معيبا، لو كان عندكم نفس النسخة بتاعتي أنا غلطة صغيرة كده. وأظهر معيبا هي أصلها أو ظهر معيبا، بدل وأظهر أو ثم هنا أو ظهر. بس عندك عندك صح. أو ظهر معيبا اللي نسخته زي نسختي غير يا عبد. بخلاف الاستحقاق والعيب فإن التمسك الباقي هناك وقع قبل التقويم، والتمسك قبله ابتداء بيع بثمن مجهول إذ لا يعلم إلا بعد التقويم. يبقى إذن فيه الشيخ هنا هو قال إحنا خلفنا القاعدة في الباب الاستحقاق لعلة هناك، لو إحنا قلنا يترك الباقي يترك بثمن غير معلوم، لكن هنا يترك بثمن معلوم. شوف كمان ايضا من مراعاة خاطر الشفيع، اذا كان الثمن مؤجلا ياخذ باجله. اذا كان هو اخذ الشخص جزء المبيع في الشفعه مؤجل لست شهور ثمان شهور عشر شهور انما ياخذه باجله. الثمن المؤجل باجله، بس هذا مشروط بإيه؟ أن يكون الشفيع موسرا، أن يكون الشفيع ما دام في أجل لازم يكون رجل مقتدر. حنجد عند الثمن عند عند حلول الأجل، أو إذا لم يكن موسرا أن يكون لديه ضامن. لازم يجيب لنا ضامن. ضامن مليء. شوف كده هو، والا عجل الثمن. شوف كده هو، وياخذه باجله اي اجل الثمن، اي ياخذه بالثمن المؤجل باجله ان ايسر الشفيع، اي ان كان موسرا يوم الاخذ يوم الاخذ، ولا ينظر ليساره في المستقبل. يعني هيجيني مبلغ، هيجيني مش عارف فيها هبيع الحته بتاعتي، لا ما ينفعش، لازم يكون الان انت
موسر. طيب وإن لم يكن موسرا ضمنه إيه؟ مليء شخص مقتدر يضمنه يقول أنا مستعد فلان ده لما سددش أنا أسدد بذا. وإن لا يكن موسرا ولا ضمنه مليء عجل الثمن الآن. عاوز الشفعة؟ هات الثمن الآن. ده الراجل واخذها بستة شهور. الراجل ده كان مقتدر دافع. انت رجل كحيان انت هتجيب لنا ستة فلوس منين؟ هتجيبها منين؟ طيب ممكن تجيب لنا واحد مقتدر يضمنك؟ إن جاب مرحب ما جابش راحت عليه الشفعة. أهو وإلا يكن موسرا ولا ضمنه مليء عجل الإيه؟ الثمن أي يعجله للبائع. وإلا فلا شفعة له. وإلا إيه؟ إذا لم يكن موسرا ولم يأتي لنا بحميل ولا بضامن راحت على الايه قاله الامام اللخمي الحسن اللخمي. الا ان يتساويا عدما او عدما. ايه الحكايه دي؟ بيقول انت الان هتحرمه منين؟ من حقه في الشفعه باعتبار انه غير موسر وباعتبار انه ايه لم ياتي لم ما تفرض الشخص المشتري اللي انت هتاخذ منه شراه في نفس مرحله العدم بتاع صاحبنا ده صعلوك وده صعلوك ده صعلوك وده صعلوك تفضل عليه بايه اذا تساوي عدما كلاهما في الفقر سواء يبقى اذن ياخذ بالشفعة. لان الرجل لما باع نصيبه الرجل الشريك لما باع نصيبه عارف ان ده معدم المشتري معدم وشريكه معدم ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ما انت بعت المعدم هتاخده واللي هياخذ منه معدم ها؟ اهو الا ان يتساوي ايه؟ عدما اي في الفقر والحال فله الاخذ بالثمن لاجله ولا يلزمه الاتيان بضامن مليء اذ لا فرق بينه وبين المشتري حينئذ. فهمت القضيه دي يا شيخ؟ يعني هما تساويا في الفقر فيتساوى في المعامله مفيش حد افضل من حد احسن من حد. فان كان الشفيع أشد عدما لازمه الاتيان بضامن وإلا سقطت شفعته. يعني برضو كلاهما عدم لكن إيه الشفيع عدم وأشد عدم وأشد. تحصل الحكاية دي مشايخ يعني الكلام ده مش يعني مش 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 مش, مش كتبه بس في الحياة موجود. يعني القرى والأرياف الإنسان اللي يكون عايز يبيع ويجي شريكه يخاف شريكه ما يسددش شريكه يبيع الواحد مقتدر ويجي الشريك عاوز يشتري انت هتسدد منين؟ دي يعني 30,000 50,000 وانت راجل فقير ما لا تملك. اذا اتيت لنا بشخص يضمنك مرحبا والا فلا شفعة لك. لكن هنا الشيخ ده ملاحظ حته كويسه اذا لم يتساوي عدما اذا تساوي عدما خلاص كان الشفيع اشد عدما برضه ياتي بضامن والا ياتي بضامن لا شفعة له. شوف كمان ايضا من 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 القيود اللازمه في الموضوع وأخذه برهنه وضامنه. برضه من حقوق هو ما
كش معه نقود، لم يكن معه نقود، لكن أتى له بإيه؟ برهن. هات لنا أنت رهن زي الرهن اللي جابه المشتري ونعطيه لك أيها الشريك. وكذلك إذا كان المشتري أتى لنا بضامن، هات لنا ضامن في مستوى الشخص الإيه؟ وأخذه برهنه وإيه؟ وضامنه، أي إذا اشتراه المشتري بثمن في الذمة ودفع لبائعه رهنا أو ضمن أحد، فالشفيع لا يأخذه إلا برهن كرهن الإيه؟ المشتري أو ضامن كضامنه، وإلا فلا شفعة له. عملية حرص على حقوق الآخرين والحرص سواء وفي مرتبة واحدة، وعدم إضاعة أي حق من الحقوق. مش يقول لا ده شفيع شارع الدال الحق، لا برضو تضمن حق مين؟ حق الشخص المشتري. فالشفيع يأخذ إلا برهن كرهن المشتري أو ضامن كضامنه، وإلا فلا شفعة له. وأجرة دلال وأجرة كاتب للوثيقة ومكس. يعني برضو إحنا لما نأخذ الشخص من المشتري ونديه للشريك اللي عايز الشفعة ده، نقول له خلي بالك صاحبنا دفع للدلال السمسار، يعني الدلال يعني السمسار دفع له مبلغ، والكاتب اللي كتب الوثيقة برضو خد مبلغ كذا. لازم تحط المبالغ دي على الايه؟ على ثمن الايه؟ على ثمن الشخص. حتى لو كان يا مولانا لسه حيكتب تاني ولسه ايا كان، لازم تعمل تديله الحاجات اللي دفعها هو عشان ما يخسرش. يكفي انك انت تاخذ منه الشخص اللي اشتراه. في جزئيه هنا الماكس. ايه الماكس؟ ضرائب، مش الضريبه العاديه. فيه كان زمان وقت يعني في مراحل مرت بالناس، يجي واحد عتل، واحد بلطجي يفرض إتاوة على المنطقة، عاوز تبيع حتة الأرض لازم تقابل الأول يتفق معاك على الحتة اللي ياخذ اللي ياخذ. فهذا المكس يعني هو ممكن تقول يعني المظالم التي تؤخذ، هل يلزم بها المشتري الشفيع؟ لأن المشتري دفع مكس فوق الثمن اللي دفعه 60,000، دفع كمان 10,000 للمكس. هل يلزم الشفيع بدفع مكس ولا ما يلزمش؟ أهو يقول الشيخ على أحد القولين، في قولين في المسألة، يلزم ولا يلزم؟ على أظهر القول، الأظهر يعني لا، الأظهر أنه يدفع. ها؟ الأظهر أنه إيه؟ يدفع. نعم، عشان صاحبنا كفاية أنه خسر البيعة. نعم، يدفع فلوس. شوف الشيخ يقول أهو الشيخ الصاوي، فإذا جرت العادة أن ما اشترى عقارا يدفع مكسا للحاكم أو لشيخ الحارة، فالأظهر أن الشفيع يلزمه ذلك. كما هو المفتى به الآن. كلام ده قديم يا شيخ. موجود يا مولانا لحد دلوقتي؟ موجود اللي هو الدفع للواحد اللي يكون كبير في المنطقة، موجود لحد دلوقتي في القرى. موجود. نعم موجود. جهنم ده يحطوا ده الناس ما يولعوها بإيه؟ أي حد بيبقى عايز يبيع حاجة ويشتري حاجة بيرضيه هو الأول. ما يا حبيبي، وقودها الناس والحجارة. مولانا وقودها الناس والحجارة. نعم. بتوع الحي بياخذوا أحيانا من العمارة اللي تتبني يقولوا لينا دور، لينا دور عشان ما ننزلش العمارة. يا سلام، ده رحمة رحمة ورفض. لو دور لو أربع شقق ياخذوها. لا ده أنت عارف كان في عمارة بتبني بجارنا في الحتة بتاعت المطرية. أنا خارج من المسجد، مسجد عندي مسجد تحت البيت صغير كده، ف
فبتدور انا بدخل باب المسألة باب البيت في ثلاثة لواءات ولا يعني عمداء بس ايه طول وعرض على خمس كراسي خمسة حضرتك بتشوفهم تتوهل ليه السيارة الملابس البيضاء والحاجات اللي بتلمع ده على الكتاب فأنا حتى سلامة وما سلمتش عليه خرجت من باب المسجد كنت متأخر شوية ودخلت البيت ونزلنا لصلاة العصر فقابلني الراجل صاحب البيت اللي بيبني قال لي انت عارف الخمسة اللي كانوا بعدين دول على قدام الجامع خذوا 50,000 كل واحد خذ 10,000 قول لي سيب يا كده يزيلوا ها؟ يا كده يتنزل ممكن يزيلوا له الأمارة يا مولانا أنا بقول لأخونا جهنم ده هيتولعها بإيه؟ جهنم هيتولعها بإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله لكن دول ما لهمش حق إنهم يرضوا لكن البدو من حقهم إنهم يرضوا لا بدو ولا غيره حبيبي لا بدو ولا غيره ما قدمنا لهمش أي خدمة ولا تعليم ولا صحة وسبناهم في الصحراء وما قدمنا لهمش أي حاجة حتى منعناهم من دخول الجيش من حقهم طيب حقكم على الدولة مش حقكم على الرجل الغلبان لأن الدولة الآن بتعطيك أنت يعني فيه النظام بعض الشباب اللي مر عليه سنوات طويلة أكثر من 30 سنة فتديله دولة قطعة أرض ويدوله 15,000 عشان إيه يعمل يعني شيء فيها العرب يقول عليهم محمد دول ليوقفوا يصدرون لازم يعطوا مبلغ كبير ويساوي هذا المبلغ او اكثر مني كمان عشان يمكنوك انك انت تشتغل هم كمان بيحرسوها لك تمام هم الامن اكثر هم اكثر امن يعني مش من حقهم لا يبنى يعني انت ذنبي انا ايه يعني الدوله صحيح ظلمتك الدوله صحيح انا ذنبي ايه أو لثمرة طب خلينا احنا نقف على ايه يعني ال اسمه ايه الشفعة في الثمار يا مشايخ لأن احنا هنخرج احنا بنقول العقارات يا ترى الثمار تدخل في العقارات أو لا تدخل دي القضية بتاعتنا إن شاء الله دي ايه عندك كم 10؟ 9 2010 ربنا يبارك في عمرك وعمرك نعم يا ابني كل الاصناف دي يا حبيبي كل الاصناف دي دول تعرف الشخص الذي توضع على راسه غمامه ويهتج الى البحر ولا يدري ما الذي امامه هؤلاء هكذا هؤلاء يفاجأوا بأن حياتهم كلها مبنية على حرام فحرام ويفاجأوا يوم القيامة أنهم حطوا جهنم.